وعادت بعثة الأهلي من السودان. بنتكلم في هذه اللحظة بالرغم من الأخطاء ولكن متأهلين. ليه بنتكلم في الأخطاء؟ ربما يكون درس للمرحلة اللي جاية. بنتكلم عن دور الثمانية الأصعب في دوري أبطال أفريقيا على الإطلاق. لعل وعسى أنه مباراة سيمبا مش هي المباراة اللي ممكن نعتبرها بروفة للنهائيات، ولكن كل المرحلة السابقة أفتكر أن هي كانت بروفة واضحة للعيبة، للجهاز الفني، للجهاز المعاون، أمام أعينهم علشان المرحلة الأصعب في الفترة القادمة. معانا الكابتن الكبير جدا خالد جدال، نجم النادي الأهلي طبعا، والحقيقة تحليل أكتر من رائع بنسمعه، كلام مختلف من وجهة نظره لما دايما بيشرفنا هنا وينورنا في البيت الكبير. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك يا سيان، شرفنا. وأهلا بيك كابتن هاني. كابتن منورنا دايما. الله يخليك. سعداء بوجودك معانا دايما. وربنا يخليك. انا ببقى سعيد لما بكون موجود معاك. الله يخليك. منورنا يا كابتن. الله يخليك كابتن. قول لنا، شفت مباراه مصر الاهلي والمريخ ازاي؟ وخاصه يعني بصراحه احنا بنتكلم دايما هنا في قناه النادي الاهلي بكل صراحه، كنا منتظرين اداء افضل، كنا منتظرين نتيجه افضل بناء على المباراه العظيمه اللي عملها النادي الاهلي امام فيتا كلوب، وكسبنا 3-0، والحاله البدنيه والحاله الفنيه اللي كانت قبل المباراه. شفت المباراه دي ازاي يا كابتن؟ والله انا شفتها نمره واحد، كان عندنا هدف ان احنا باذن الله نروح لدور الثمانيه، التاهل لدور الثمانيه، ولكن كنا بنامل وبنطمع ان احنا ناخد المركز الاول، يعني نكسب سيمبا لما يجي لنا هنا في المباراه الاخيره ونبقى في الترتيب الاولاني. ولكن انا عايز اقول حاجه، الحته دي بالنسبه لي انا، عشان انا اتفرجت على كل فرق، يعني بالنسبه ترجي، وداد، سان داونز، سيمبا، مش فرقه كتير، يعني اول مجموعه من تاني مجموعه مش فرقه خالص 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 في عدد النقاط، من حيث عدد النقاط كابتن، ولا من ناحيه مستويات الاداء اللي احنا هنقابلها. يعني احنا هنقابل اول مجموعه ايا كانت، سان داونز او الوداد، ترجي او الترجي او الوداد. طبعا احسنهم واقواهم سان داونز، ده نمره واحد. أكيد. ترجي والوداد يعني نقول احنا لو في حالتنا ولعبتنا في مستواهم مش هيبقى عندنا اي مشكله، مش مع اي فرقه، ولكن هي المشكله هتبقى عندنا احنا لو احنا فقدنا اللعيبه، فاقده تركيزها والدنيا مش متظبطه زي ماتش المريخ كده. بالظبط كده. بالنسبه لماتش المريخ طبعا العرض غير مقنع، واكيد انت اتفرجت يا كابتن هاني، يعني احنا مش مبسوطين، ولكن مش عايزين نقصوا على لعيبتنا، لان هي كره القدم بيحصل فيها تفاوت في المستويات، او بيحصل ساعات دروب، ويمكن فتره المنتخب ولعيبه في المنتخب ولعيبه في النادي، وبعدين لعيبه المنتخب بترجع، الكلام ده بيعمل عدم تركيز شويه، يعني الناس بتبقى اللي بيفكر كان في المنتخب، اللي بيفكر لعب ما لعبش، اللي في النادي، يعني الدنيا خاصة بتبقى فتره قليله والايام فتره قليله يعني. بالظبط، ما بتبقاش متظبطه قوي. عشان كده كان التحضير النفسي، يعني اي مباراه اي فرقه بتلعبها اول حاجه التحضير النفسي. صحيح. قبل الماتش واضح ان التحضير النفسي طبعا اكيد من قبل الجهاز الفني قاموا بدورهم على اكمل وجه. طيب. لان اي جهاز فني بيعمل كل حاجه صح عشان ينجح، ولكن الباقي بيجي على اللعيبه. هل هم حضروا نفسهم نفسيا بشكل كويس من ناحيه التركيز، ومن ناحيه التفكير في المكسب، ومن ناحيه عدم الاستهانه بمستوى فريق المريخ؟ فريق المريخ كان الاخير في المجموعه، يمكن يعني كل الناس كانت متوقعه ان النادي الاهلي هيكسب. في نفس الوقت في ظروف خارجية برضو، في أي ماتش في مؤثرات خارجية بتبقى موجودة، زي الحكم، زي أرضية الملعب، زي الجو من ناحية الرياح ومن ناحية الحرارة. الماتش يوميها كان فيه الهواء كان بشكل كبير جدا، ويمكن لعبنا ضد الهواء في الشوط الأولاني، وده يمكن أثر علينا بشكل كبير جدا. التهاون برضو وعدم احترام فرقة المريخ بالشكل المناسب من قبل اللعيبة مش الجهاز. أنا معاك. لأن في نقط هنتكلم عليها الجهاز ممكن ندخله فيها شوية. تمام. بعدم التوفيق. تمام. هو عدم توفيق. يعني في كل مباراة هتلاقي بيبقى فيه توفيق من ناحية اللعيبة ومن ناحية الجهاز في القرارات الفنية، سواء اللعيبة جوه الملعب اللي بتاخدها، أو من ناحية من الجهاز وهو بيتفرج من بره، لما بتبقى سليمة بتلاقي الأمور كلها ماشية مظبوط. ساعات في مع كل مدير فنيين على مستوى العالم بيحصل ان ممكن قرار فني يبقى غلط، رؤيه بتبقى غلط، وده يعني مقبول. تاني حاجه زي ما قلت التحضير الفني بالنسبه للماتش،
التحضير الفني، سواء بقى ده الجهاز الفني مسؤول عنه الجهاز الفني، من ناحية خطة اللعب وطريقة اللعب تمام. أنا شايف أن موسيماني في الماتش ده، أنا عشان نشوف بس القصور كان عند مين بالظبط، موسيماني في الماتش ده لعب بنفس طريقة اللعب اللي لعبنا بيها قدام فيتا كلوب الماتش اللي بره، نفس اللعيب ونفس اللعيب، يعني احنا كسبنا نفس التشكيل نفس التشكيل ونفس طريقة اللعب، وهتلاقي نفس الكلام في المحاضرة، نفس الواجبات سواء كانت دفاعية أو هجومية بالنسبة للعيبة اللي قدمنا بيها عرض قوي جدا ونتيجة كبيرة جدا قدام فيتا كلوب بره، كسبنا 3-0. طب لما تبقى كل حاجة زي ما هي، ونيجي نلعب قدام المريخ ونلاقي، عشان كده حضرتك أسندت الإخفاق للعيبة مش للجهاز الفني، لا بنسبة أكبر طبعا للعيبة، لأنه احنا على اللعيبة تحضير اللعيب للمباراة نفسها يعني بالظبط. لا والجهاز الفني، احنا لعبنا مع فيتا كلوب بره كسبنا 3-0 وعملنا عرض رائع، لعب بنفس طريقة اللعب. أخذ من كلامك قبل ما تكمل، اتفضل. في بعض الناس وانا هنقل لك وجهات نظر مختلفه طبعا. بيقول لك اصل الضغط كان على اللعيبه والجهاز الفني قبل مباراه فيتا كلوب كان اكبر، كان انت مطالب انك تكسب عشان ترجع تاني، لما الضغوط بتقل شويه ده بيوصل للعيبه ان المباراه بتبقى اسهل شويه، او طالما الضغوط مش كبيره او يعني اللعيب مش مزنوق بمعنى بلغه الكوره كده، فممكن الاداء ما يكونش كويس. هل حضرتك مع الجزئيه ديت؟ لا انا معاه، لان هي دي المنتاليتي بتاع اللعيب المصري. اللعيب المصري كل لما بيبقى تحت ضغط نسبه تركيزه بتبقى عاليه، وده الكلام دون اللي عايزين نتفاداه في الماتشات اللي جايه، لان الماتشات اللي جايه نوك اوت يعني بره هتطلع، يعني لو خسرت ماتش هو ماتش بالظبط، يعني هتطلع بره البطوله، فمش ما فيش ماتش هيستحمل ولا قله نسبه تركيز ولا اهدار فرص ولا عدم توفيق ولا عدم جري. صحيح. لا يعني المرحله اللي جايه غير اللي فاتت، في دوري المجموعات ممكن تعوض، ولكن بدءا من دور الثمانيه لا، كل ماتش لازم يتاخد بماتشه، ولازم نسبه تركيز اللعيبه تبقى على مستوى عالي. ان احنا بنتكلم عن فرق كلها في المرحله اللي جايه اللي احنا قد نقابل واحد فيهم كلهم حاملين لقب تقريبا، يعني الترجي والوداد وسان داونز يعني فرق كلها فعلا تقيله يعني. صحيح. ايوه اللي احنا بنتكلم فيها كابتن، وحضرتك يمكن اشرت لي ان احنا يعني التركيز بدءا من يعني المسؤولية الأولى والأخيرة أفتكر يعني بتقع على اللعيبة من مباراة امبارح ديت. تفتكر اللي جاي واحنا إن شاء الله يعني مباراة سيمبا أعتقد إن هي قد تكون مباراة تحصيل حاصل يعني، وكان لسه دكتور أحمد ثابت بيتكلم في دوت مع فكرة كمان إن أنت يعني ممكن تغييرات تحصل في المباراة من حيث التشكيل، ممكن إن هي تاخد فرصة في هذه المباراة، لكن احنا مش بنتكلم عن مباراة سيمبا إنها البروفة الأخيرة في المجموعة دي، احنا بنتكلم عن كل اللي فات ممكن نعتبره بروفة للي جاي الأتقل الأصعب في المواجهات اللي جاي. بتتفق ولا تختلف مع الفكرة دي؟ لا بتفق، بس بختلف في حاجة، أن مباراة سيمبا مش تحصيل حاصل. لا بالنسبة لنا مش تحصيل حاصل خالص، احنا لازم نكسب ونقدم عرض كويس على الأقل، لأن اللعيبة تسترجع ثقة جماهيرها بعد العرض الغير مقنع أمام المريخ. طبعا، لأن أنت رسالة على فكرة فرقة سيمبا من أقوى الفرق. يعني أنا من وجهة نظري البطولة دي هتبقى محصورة منحصرة ما بين ثلاث فرق، نادي الأهلي وسان داونز وسيمبا، يعني الثلاث فرق دول هم أقوى ثلاث فرق في البطولة مع احترامي لكل الباقي من خلال متابعتي للماتشات كلها. فسيمبا فريق لا يستهان به، كسبنا المباراة رد اعتبار لينا حتى قدام سيمبا، ان انت تعوضي الخسارة اللي احنا خسرناها، تسترجعي ثقة جماهيرك بعد مباراة المريخ، نمرة ثلاثة بتدي كارت، يعني مش هنقول كارت إرهاب، ولكن بتدي انذار شديد اللهجة للفرق التانية. نعم. فمن هنا مباراة سيمبا مهمة جدا جدا، ونتيجتها بالنسبة لنا مهمة جدا أكيد جدا. مباراة مهمة كابتن، ويمكن احنا اتكلمنا كتير، وكمان النهاردة الجهاز الفني واللعيبة على طول بعد الوصول كان ليهم اجتماع مع بعض واتكلموا بشكل مباشر، ودي ميزه النادي الاهلي ان هو بيواجه نفسه، او يعني ده ما بيحطش الشماعات على حاجه، كل الناس اتكلمت على المباراه واحنا حاسين بالمباراه. الحاجات الايجابيه طبعا اللي طلعنا منها ان احنا ما خسرناش رغم ان احنا كنا وحشين. معانا تقرير دلوقتي كمان على مستوى الكابتن سامي قمصان، كابتن سامي قمصان قال ايه بعد المباراه، تطلعاته كمان ان شاء الله باذن الله، يعني وصلنا خلاص لدور الثمانيه. الكابتن سامي قمصان اتكلم على مباراه النادي الاهلي والمريخ، نشوف تقرير ونرجع نكمل حوارنا الرائع مع الكابتن الكبير خالد جدل.
دي من الحاجات الايجابيه يعني ان انت في في اليوم اللي بيبقى فيه دي اف بالنسبه لك او ما تكونش في حالتك يعني وتعادل برضو، واعتقد دي الحاجه الايجابيه الوحيده في المباراه. يعني حالتنا كانت وحشه جدا خصوصا الشوط الاولاني بالنسبه لنا، يعني الحمد لله ان انت برضو ترجع الشوط الثاني وتقدر تجيب هدفين في توقيت برضو صعب الهدف الثاني، اعتقد الحمد لله دي هي ايجابيه من الايجابيات اللي بتاعت النهارده يعني. لكن الاهم بالنسبه لنا طبعا هو التاهل، وده اللي الحمد لله اللي احنا حققناه يعني. لكن ان شاء الله الفتره الماتشات اللي جايه ان شاء الله الفتره الجايه تكون افضل لنا ان شاء الله. اولا عشان تبقى كويس لازم تعترف في الاوقات اللي انت بتبقى فيها مش كويس يعني، ودي حاجه طبيعيه جدا يعني في الكوره يعني. وارد جدا اللي انت تكون مش في حالتك يعني، ممكن تكون ظروف خارجيه، ممكن تكون استعداد اللعيبه للمباراه مش نفس استعداده والمباراه فيتا نفس القصه، الحاله الذهنيه اللعيبه ما كانتش برده في تركيز يعني زي الماتش اللي فات يعني، القوه البدنيه اللي فرقه المريخ لعبت بيها المباراه مع سوء ارضيه الملعب ممكن تكون برده اثرت علينا شويه، ممكن برده اللعيبه اللي راجعه لنا من المنتخبات ما لحقناش نتمرن واللعيبه برده راجعه طبيعي، كله عمل نتائج ايجابيه سواء عندنا في منتخب مصر او مالي او بواليا نفس القصه يعني. فاعتقد برضو ممكن تكون يعني انا بتكلم على ممكن الاسباب اللي تكون خلتنا حالتنا وحشه النهارده يعني. لكن انا الاهم برضو اللي بنتكلم عليه ده يعني الحمد لله برضو كان النهارده برضو فعل كويس اللي احنا السنه اللي فاتت برضو تاهلنا من خلال السودان والحمد لله حققنا البطوله، وكان الحمد لله ربنا بيكتب دايما الخير، واحنا لازم زي ما بنعترف ان احنا اوقات نبقى كويسين النهارده برضو نعترف ان احنا ما كناش في حالتنا، لكن بنوعد ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله تكون افضل بالنسبه لنا يعني. يعني هو الراجل اتكلم ان لازم نبقى اهدى، لازم نخش الماتش، لازم نفكر بشخصيه البطل، لازم نرجع لحالتنا، ودي مهمه جدا يعني. اعتقد الحمد لله زي ما انت قلت كان عندنا فرصه في بدايه المباراه لمحمد شريف، انت قايل لو كان لعبها سهله لبواليا كان ممكن يفتح الماتش بدري وكان يبقى عندنا افضليه اكتر اللي احنا نحققها يعني. لكن في نفس الوقت برضو ربنا الحمد لله برضو سطر علينا في البلانت اللي ما جاتش يعني، فدي مقدرات الكوره يعني ودي متغيرات الكوره، لكن يعني صفحه ونطوط خلاص يعني. وان شاء الله بقى اللي جايه ان شاء الله عندنا مباراه برضو سيمبا، عندنا برضو فرصه تجهيز اللعيبه برضو اللي هي بعيده شويه نقدر تاخد فيها، وبرضو في عندنا لعيبه لعبت كثافه نشاط كتيره جدا الفتره اللي جايه نقدر برضو نريحها ونستعد كويس بقى ان شاء الله لمباراه دور الثمانيه ان شاء الله. اللي بياخد البطوله البطل اللي بياخد البطوله بيلعب كل الفرق القويه، ودي حاجه طبيعيه يعني بغض النظر هتلعبها دلوقتي وبعدين يعني. السنه اللي فاتت برضو كل الفرق اللي كانت في المركز الثاني هي اللي صعدت يعني، والحمد لله يمكن احنا حققنا نتيجه كويسه برضو مع صن داونز، وكان عندنا افضليه في المباراه الاولانيه اللي على ارضنا كنت برضو دي تدينا افضليه كويسه نفس السيناريو يعني. لكن الاهم 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 واللي احنا بنتكلم عليه دايما ان احنا صعدنا، ودي نقطه مهمه يعني. ممكن تكون النتائج ما كانتش مرضيه قوي يعني، لكن انا شايف ان النتيجه الوحيده اللي ما كانتش طبيعيه اللي هي ماتش بيتا اللي عندنا، اعتقد لو كنا كسبنا وحققنا نفس النتائج ولعبنا سيمبا عندنا وكسبنا سيمبا اعتقد كنا هنبقى برضو اول مجموعه. لكن هي دي كوره يعني، ولازم تحترمها في اوقات اللي انت بتكسبها واللي انت بتخسر او بتعمل نتيجه سلبيه فيها. لا نستطيع التكهن باسم البطل من خلال الأداء يعني، دي اللي يمكن النقطة اللي احنا بنتكلم فيها أو محور حديثنا النهاردة كابتن خالد، وده يمكن حتى اللي بيتكلم عليه النهاردة كابتن سامي قمصان واللي حضرتك أشرت ليه قبل ما نروح للتقرير ده. انت النهاردة يعني خلاص قفلت الصفحة زي ما قلنا، بنركز في اللي جاي، التركيز ثم التركيز، عجبتني حتى الكلمة دي ان حضرتك بدأت بيها، التركيز على اللعيبة ياتي بشكل يعني ياتي على اولوياتهم زي ما بنتكلم بالزبط. زي ما بنتكلم هنا بقى لما بنتكلم حتى على انا لما قلت تحصيل حاصل كنت بتكلم على فكره التاهل بين قوسين، خلاص يعني انت اكتستها وخلاص يعني بالظبط. التقرير ده بس عايزه حضرتك تعلق لي عليه علشان بعد كده نشوف مع حضرتك المجموعات ومين من اللي كابتن خالد جدله يحب ان احنا نواجهه في دور الثمانيه في ربع النهائي. ومعلش يا كابتن، هو في ثلاث نقط يعني عشان برضو التقرير فيه ثلاث اربع نقط قالهم الكابتن سامي قمصان، اتكلم وانت كنت سبقت يمكن الكابتن سامي قمصان، الحاله الذهنيه وتركيز اللعيبه. كابتن سامي قمصان قال ما كانش زي مباراه فيتا حضرتك اتكلمت عليها. بيتكلم كمان على يعني نقطه مهمه ويمكن حضرتك قلت وجهه نظر مختلفه من خلال كلامه، قال احنا مباراه سيمبا هنحاول بقدر الامكان ان احنا نريح بعض اللعيبه، نشوف لعيبه نديها فرص تانية. اعتقد حضرتك كان ليك وجهه نظر مختلفه برضو النقطه ديت. والنقطه الثالثه كمان بيتكلم على المهم والاهم اللي هو التاهل، والتاهل لدور الثمانيه ومواجهه فرق كبيره ان شاء الله هنقابلها في دور الثمانيه.
اتفضل يا كابتن. النقطتين بقى اللي انا بتكلم عليهم، النقطه النقطه بتاعت سيمبا بالذات، بتاعت سيمبا ان مش هنلعب يعني هنريح بعض اللعيبه. وجهه نظره يعني احنا لعبنا امبارح ولا امتى ماتش المريخ؟ كان امبارح. كان امبارح مباراه سيمبا امتى؟ الجمعه الجايه. يوم الجمعه ان شاء الله. فرق قد ايه؟ يعني هو تقريبا اسبوع، اقل من اسبوع. اناقش حضرتك فيها ولا؟ طبعا والله يا كابتن انت مدرب كبير يا كابتن. لا ربنا يخليك كابتن، هو بيتكلم على فيما بعد. يعني احنا عندنا هو فرق المده الزمنيه تسمح انه ممكن يريح اللعيبه شويه ويخشوا فريش، لكن هو بيتكلم على ان اللعيبه ديت محمله بمجهود كبير جدا، لعيبه دوليه لعبت على مستوى الدولي، رجعنا على مباراه المريخ، ففي حمل شويه عالي. أيوة. فممكن مباراه سيمبا، ممكن كمان مباراه الكاس مع النصر، يمكن كمان بعديها بايام تكون فرصه للجهاز الفني ان هو يريح اللعيبه ديت، علشان الاهم، عشان حضرتك عارف في عندنا دوري وفي بطوله افريقيا طبعًا. بالنسبه لدور الثمانيه. أيوة. ولا انت شايف ان احنا نخش بكل قوتنا ان احنا الريفنج بتاعنا نعمله ويبقى الروتيشن على مستوى مباراه يعني كاس مصر؟ انا من وجهه نظري يعني لا، احنا نخش بكامل قوتنا طبعا في مباراه سيمبا، لان فرق 6 ايام تكون اللعيبه استعدت شفاها بشكل كبير جدا، يعني مش هيبقى فيه ولا اجهاد ولا ارهاق ولا الكلام ده كله. وفي ماتش النصر اللي هو بتاع الكاس ممكن ان انت تبتدي تريح الناس، لان أوكي. الماتش يستدعي كده، يعني الامكانيات بتاعت نادي النصر طبعا مع احترامنا ليهم تستدعي ان انت تدي فرص لاي حد هيكون اخرين. بالظبط. فانا من وجهه نظري تبقى كده، ولكن طبعا الجهاز الفني يعني لو سامي، لو الجهاز الفني هيعمل كده ده طبعا يبقى هم طبعا ويبقوا هم الاصح عننا. يعني احنا بنتكلم هنا من الاستوديو، هم اللي ماشيين اللعيبه وهم اللي عارفين، احنا بنتكلم على الورق. انا على الورق من وجهه نظري ان نلعب قدام سيمبا طبعا عشان نعوض الهزيمه الماتش اللي خسرناه اللي لحقت بينا في المباراه اللي طبعًا فاتت طبعا. على مستوى المواجهات بقى زي ما قالت سهام، احنا عندنا مباريات كبيره مع فرق كبيره، مجموعات يمكن مش كل الفرق وصلت، يعني دور الثمانيه مش كل الفرق وصلت لسه. أيوة. الجوله الاخيره هتحسم بعض الفرق، لكن ظاهر بشكل كبير جدا زي ما قلنا على صن داونز، وبنتكلم على الوداد والترجي. ايه اللي يعمله النادي الاهلي عشان يكون مستعد بشكل كبير لمباريات زي ما حضرتك قلت النوك اوت، مباراه وخاصه المباراه الاولى هتكون على ارضنا ايا كان. أيوة. ايا كان من هنلعبه، المباراه الاولى مباراه الاياب في القاهره، والذهاب هتكون خارج الارض. النادي الاهلي يعني زي ما هو ماشي، يعني ان يكون اللعيبه كلها في حالتها، لان زي ما قلت يا كابتن هاني وانا قلت برضو من شويه ان بدءا من دور الثمانيه لا خروج المغلوب، فمش هينفع ان احنا نقعد نشوف حد مثلا ما بيجريش ما بيأديش، سرحان شويه مش مركز مش في الوقت ده. واكيد لعيبه النادي الاهلي هم عودونا على كده على مدار كل الاجيال، ان في الاوقات الحاسمه لا بتلاقي نسبه تركيز عاليه والالتزام والاصرار. انا في نقطه كمان كنت عايز اتكلم عليها في مباراه المريخ. في كره القدم اللي بيديك سياده لاي ماتش برضو من وجهه نظري، عشان ما بقاش انا بقول حاجات، يعني السمات الاراديه بالنسبه للعيبه، ودي بتظهر من خلال الكور المشتركه. الماتش اللي فات بتاع المريخ لو اتفرجت على الشوط الاولاني بالذات، الشوط الاولاني ونص الشوط الثاني احنا ما لعبناش غير اخر 20 دقيقه. يعني بالشكل اللي هو المطلوب، يعني كل كوره مشتركه كانت من نصيب لعيبه المريخ، وعشان كده هم سيطروا على الماتش وروحهم المعنويه زادت بشكل كبير جدا. لان لعيبه الكوره لما تكون الكوره بيني وبينك كابتن هاني ولاقيك انت بتاخدها، انت معنوياتك بترتفع. أكيد. مزبوط. وانا معنوياتي بتنخفض. أيه. فدي كانت من احدى الاسباب الرئيسيه اللي هي كوره مشتركه ما بين لعيبتنا ولعيبه نادي المريخ، كان هم ليهم الافضليه فيها، عشان كده هم استحوذوا على الكرة أكتر وكان ليهم الغلبة بالذات في الشوط الأولاني ونص الشوط الثاني. أنا أتفق معاك يا كابتن، وأضيف ليها كمان الكرة الثانية اللي هي الكرة الثانية كمان كان بتاعتها بشكل كبير. يعني كابتن خالد سألتك سؤال، تتمنى نقابل مين في دور الثمانية؟ أي فرقة بعيد عن صن داونز. سيمبا احنا مش هنقابلهم طبعا في دور الثمانية، لأن هم أول مجموعة. لا لا، أنت بتتكلم ما بين الصن داونز بعيد عن صن داونز. لا بعيد عن صن داونز، بس بعيد عن صن داونز. أي حد ثاني مفيش مشكلة. صن داونز هو من وجهه نظري برضو هو الاقوى، وسيمبا كده كده بعيد عننا. انا زي ما قلت هم ثلاث فرق، سيمبا صن داونز النادي الاهلي. احنا سيمبا مش هنواجهه في دور الثمانيه،
انا اتمنى ان احنا ما نقابلش سان داونز في دور الثمانيه. بس احنا كابتن يعني كابتن خالد، يمكن انت النهارده بتمر بنفس الظروف المشابهه. انت الموسم اللي فات برضو كنت تاني المجموعه وقابلت سان داونز وعرفت ان انت تتغلب عليها، ليه ما يحصلش ده خاصه بقى في ظل الكلام اللي النهارده كوتش موسيماني طالع يتكلم انه البطل لا يهاب احد، البطل لا يهاب احدا. بالظبط، احنا مش هنهابهم على بتكلم على دور 8 بس، احنا نقابلهم بعد بس. ليه؟ لان هو الماتش ده سان داونز السنه دي زي ما انت قلتي السنه اللي فاتت احنا لعبناهم وكسبنا، بس السنه دي هيبقى ليه طعم خاص. ليه بقى طعم خاص؟ ليه بقى؟ لان موسيماني هو مدرب النادي الاهلي وهو كمدرب بتاعهم، فدي حاجه ممكن ناخدها سلاح ذو حدين. ممكن بالظبط زي ما حضرتك هتقول، هو سلاح ذو حدين، يعني ممكن يبقى في مصلحتنا وممكن يبقى ضدنا. هيبقى ضدنا في حاله ان اللعيبه ونادي سان داونز عايزين يثبتوا ان موسيماني لما مشي برضو احنا كويسين. هي دي بس النقطه اللي تخوفني. لو هم فكروا من المنطلق ده ان احنا عايزين نثبت ان لما المدرب بتاعنا مشي وراح النادي الاهلي وبيلعب ضدنا، لا احنا كلعيبه وكنادي لا عايزين نكسب عشان نخلي شكلنا كويس ونقول ان هو لما مشي ما فرقش معانا. دي النقطه الوحيده بس اللي تخوفني، التحدي ان هم يفكروا وده وارد يا كابتن، مش وارد، ده اكيد هم بيفكروا بنفس الشكل. بس احنا يا كابتن برضو احنا النادي الاهلي مهما كان يعني التحديات وارده والتحديات موجوده، وزي ما قال موسيماني انت عايز تكون بطل النسخه العشرة لازم تكسب، لازم تكسب كل فرقه. ولو ما قابلناش سان داونز في الدور بالظبط، هو بيتكلم ان احنا اي فرقه هنلعبها واحنا النادي الاهلي وشخصيه البطل بقى لازم تبان. يعني انا طبعا برايي ان بدايه من دور الثمانيه لازم شخصيه البطل تبان في الدور دوت، شخصيه البطل شخصيه النادي الاهلي. ايوه، ولغايه دلوقتي كمان في بعض الفرق، يعني لو طبعا زملائنا في الاعداد يجيبوا لنا كمان المجموعات، علشان لغايه دلوقتي مثلا الفريق الوداد لسه ما اتحسمش ان هو اول مجموعه، يعني لسه الترجي كمان ممكن ما يكونش اول مجموعه. بالزبط. لسه الامور لسه ما اتحسمتش. أيوة. الجوله الاخيره هتحسم. لكن مش من وجهه نظرك ان كوره شمال افريقيا شويه بيكون فيها ضغوطات اكتر من سان داونز؟ سان داونز فريق كبير وعنده لعيبه كويسه، لكن بتتكلم مع لو جان الترجي او الوداد مباريات ديت ما بتبقاش فيها ضغوط عصبيه اكتر على اللعيبه، النواحي الفنيه ممكن تكون قريبه شويه، لكن شمال افريقيا والكوره ما بين طبعًا مصر وشمال افريقيا طبعا لا ماتشات بتبقى صعبه، تحدي مختلف، يعني تحدي مختلف وبتبقى في منتهى الصعوبه وفيها ضغوطات كبيره جدا. ولكن انا لما بقيسها بقيس امكانيات فنيه، يعني الترجي خسر من تونجت اخر فرقه مستواها خسر، الوداد امبارح خسر، كنت بتفرج على الماتش تعادل يا كابتن يعني ولكن المستويات الفنيه، ودي انت يعني طبعاً اكيد تحسها معايا يا كابتن هاني، بيبان الفرقه الثقيله بتبان حتى أكيد. لو اتعادلت حتى لو خسرت ماتش زينا مثلا، ما احنا تعادلنا مع المريخ اخر المجموعه، هل يقدر حد يقول النادي الاهلي مش فرقه ثقيله؟ لا، فرقه ثقيله وفرقه كبيره وبطل افريقي. ولكن حصل، فالمستويات الفنيه بتبان، تقل اللعيبه بيبان. فانا لما بقعد اتفرج مثلا على فرقه الترجي بتفرج على كل لعيب في كل مركز وبقيس، بعمل يعني مقارنه ما بين لعيبتنا ولعيبه الترجي مثلا او لعيبتنا ولعيبه الوداد، لا عندنا افضل في كرات افضل. هي بس الحاجه الوحيده زي ما انت قلت يا كابتن هاني، الضغوطات ما بين فرق شمال افريقيا، احنا وشمال افريقيا، هي دي بس. انما كفنيات لا، باذن الله احنا عندنا من الخبره لان امكانياتنا الفنيه اعلى نقدر نتغلب على هذا الكلام. ولكن انا بتكلم على سيمبا، فرقة دمها تقيل سريعة. كانت مفاجأة بالنسبة لك كابتن سيمبا؟ يعني كان مفاجأة، يعني مفاجآت، وهتكلم مع حضرتك المفاجآت اللي يمكن في المجموعات كلها سيمبا كانت من خلال حتى أول ما طلعت القرعة النادي الأهلي قال مثلا أو مجموعة النادي الأهلي خلاص الأهلي والمريخ، يعني ده كان توقع من الأول، ده على مستوى سيمبا، على مستوى مازيمبي على سبيل المثال آخر مجموعة، آخر مجموعة. مفاجآت كتيرة طبعًا في دور المجموعات، طبعا مفاجآت كبيرة جدا. لا وسيمبا بالذات يعني من أحسن الفرق اللي بتأدي كورة، وبالذات كورة هجومية على الجون، مظبوط، مؤثرين جدا على المرمى، عندهم 4 لعيبة قدام في منتهى الخطورة، صراع ولعيبة كورة كويسين جدا. يعني أول مرة أشوف لعيبة بتمتلك المهارة مع السرعة، ومفيش فرصة بتضيع، الفرصة اللي بتيجي بيجيبوها جون. فانا اتفرجت على الماتش الاخراني مع فيتا كلوب، سيمبا وفيتاك 4-1، لا جامدين، فرقه دمها تقيل، تخوف. سان داونز فرقه تخوف، الباقي لا يعني في المتناول.
مع فكرة أو بتتفق مع اللي قاله موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أنه أي النهاردة أول مجموعة بيقلق أنه يخاف يقابل النادي الأهلي اللي هو بطل النسخة التاسعة؟ طبعا النادي الأهلي بطل أفريقيا وأقوى فرقة في الفرق دي كلها طبعا بيتعمل له ألف حساب. يعني النادي الأهلي بيتعمل له مش 100 حساب، 1000 حساب. أي فرقة من الفرق اللي أنا اتكلمت عليها حتى سان داونز وحتى سيمبا، لا بيعملوا النادي الأهلي 1000 حساب. عشان كده أنا كنت يعني بتكلم على أهمية مباراة سيمبا اللي جاية، هي دي، إن كمان تزودي نسبة إحساس الفرق بقوة النادي الأهلي. يعني مش إن هو بطل النسخة اللي فاتت، لا، إن هو لغاية دلوقتي لا فريق قوي. يكسب سيمبا فريق قوي يقدر يعوض الهزيمة الأولانية، فمهمة جدا النتيجة في الماتش اللي جاي. ولكن كلام موسيماني طبعا أنا بتفق معاه، وكلام المدير الفني للمريخ كمان يعني تقريبا في نفس السياق دوت، اتكلم أنه أي فريق النهاردة يقبل أنه يقلق أنه يقابل النادي الأهلي. عشان كده دايما يا كابتن خالد حتى الأيام اللي فاتت كنا بنقول أن المواجهة دي ما بين الأهلي والمريخ، أي حد عايز يبان قدام الأهلي، أي حد عايز يلعب كرة حلوة قدام الأهلي يثبت نفسه قدام الأهلي، وده فعلا اللي حصل. ده اللي حصل، ده اللي حصل امبارح، واحنا لما شدينا حيلنا في ثلث ساعه بس جبنا جونين. يعني النادي الاهلي مش سهل على فكره تكوني خسرانه 2-0 وتلعبي بره ملعبك وتجيبي جونين تعدي 2-2، يعني دي مش سهله خالص، مش اي فرقه تقدر تعملها غير النادي الاهلي. يعني لو سان داونز كان بيلعب المريخ وخسرانه 2-0 كان هيخسر. طيب احنا بنتكلم عن شكل المنافسه في المجموعات، لكن النهارده في دوري ابطال افريقيا في النسخه الحاليه احنا بنتكلم ما بين 5 فرقه صعدت وثلاث فرق بتنافس على الصعود. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع في البيت الكبير. أيام قليلة تفصلنا عن نهاية دور المجموعات في دور أبطال إفريقيا، البطولة الأقوى والأغلى في القارة السمراء. 5 فرق ضمنت التأهل رسميا إلى ربع نهائي البطولة القارية بعد انتهاء منافسات الجولة 5، حيث تأكد تأهل سيمبا التنزاني والأهلي حامل اللقب في النسخة الأخيرة من المجموعة الأولى على حساب المريخ السوداني وفيتا كلاب الكونغولي. الأهلي تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال للمرة 6 على التوالي. ومن المفارقات العجيبة أن التأهل للمرة الثانية على التوالي كان عبر بوابة الجوهرة الزرقاء في السودان. وفي المجموعة الثانية واصل سان داونز الجنوب إفريقي عروضه القوية وأكد تفوقه بتصدر المجموعة والتأهل لربع النهائي، بينما تحسم الجولة 6 صاحب المقعد الثاني في المجموعة المنحصر بين شباب بلوزداد الجزائري الذي سيحل ضيفا على سان داونز في جنوب إفريقيا، والهلال السوداني الذي يصطدم بالعملاق الجريح مازيمبي الكونغولي الذي يحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطتين فقط. في المجموعة الثالثة تأكد تأهل الوداد المغربي رغم تلقيه الخسارة الأولى له في دور المجموعات أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الذي ينافس مع حورية الغيني على البطاقة الثانية في المجموعة. يمتلك حورية كوناكري الغيني وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي 8 نقاط، وستكون مبارتهما معا في الجولة 6 والأخيرة الحاسمة. الفائز منهما سيضمن تواجده في ربع نهائي البطولة القارية، بينما سيكون الوداد المغربي في نزهة كروية أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي بالمركب الرياضي محمد الخامس. وفي المجموعة الخامسة رغم تعرضه لهزيمة مفاجئة أمام تونغيت السنغالي، إلا أن الترجي التونسي حسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، ويتنافس الزمالك وصيف النسخة الأخيرة ومولودية الجزائر على المقعد الثاني في المجموعة. الزمالك ممثل مصر الثاني في البطولة القارية يسعى للفوز على تونغيت السنغالي مع انتظار هدية الترجي التونسي لتحقيق الفوز على مولودية الجزائر في الجولة 6 والأخيرة لضمان التأهل والتواجد مع الثمانية الكبار في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
اهلا بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير. كابتن خالد، من خلال المجموعات اللي اتعرضت من خلال التقرير زي ما قلنا في يمكن 5 فرق صعدوا، ويمكن لسه في بعض الفرق ضمنت الوصول لكن مش في المركز الاول. لو خدنا المجموعه الاولى، مجموعه النادي الاهلي، طبعا سيمبا الاهلي وبيتا كلاب والمريخ اتحسمت خلاص لصالح سيمبا في الصداره، النادي الاهلي في المركز الثاني وبيتا كلاب في الثالث والمريخ في المركز الرابع. دي طبعا في اعتقادي مفاجاه ان سيمبا، زي ما قلت لحضرتك سيمبا كان يمكن من خلال الاسماء ديت كان النادي الاهلي والمريخ هم المرشحين للاول والثاني، لكن سيمبا طبعا كان مفاجاه بالنسبه لك، وانت شرحت ده فنيا ليه سيمبا ظهرت وحصلت يمكن على 13 بونت ولسه كمان عندها مباراه من خلال الرؤيه الفنيه حضرتك قلتها. عندهم سرعات، عندهم مهارات، ولعيبه بتعرف تهدف من انصاف الفرص، فده شيء مهم جدا يعني. لا بالظبط يا كابتن هاني، زي ما حضرتك قلت فرقه سيمبا عندها من المقومات الفنيه ان هي كانت مفاجاه، لان فعلا في البدايه احنا قلنا اهلي ومريخ صحيح. لان ما هم ادوا بشكل كويس جدا. طيب المجموعه الثانيه عندنا سان داونز شباب رياضي بولوزداد والهلال ومازيمبي. خلاص بنتكلم على مازيمبي اوت صح؟ مازيمبي خلاص ما بين الهلال وبلوزداد، شباب البلوزداد على المركز الثاني. على المركز الثاني تفتكر مين يا كابتن خالد؟ في حين هقول لك برضو المباريات، المباراه اللي هتبقى ما بين سان داونز هيلاعب بلوزداد، ده هيلاعب في جنوب افريقيا، يعني بلوزداد الشباب رياضي بلوزداد ده هيلعب خارج ارضه، هيلاعب سان داونز في جنوب افريقيا، والهلال هيروح الكونغو يلاعب مازيمبي. وطبعا المنافسه القويه جدا ما بين شباب رياض بولزداد والهلال، تفتكر الأقرب مين على مستوى المركز الثاني؟ هم على فكرة حظوظهم متكافئة، يعني الاثنين تقريبا أقول 50-50 متساوية. شباب بولزداد والهلال، شباب بولزداد هيلعب مع معمول سان داونز لسه كسبان مازيمبي، والهلال هيلعب بره برضو مع مازيمبي. مازيمبي ملوش أمل. يمكن أنا من الحتة دي يعني، هو على حسب برضه سان داونز هيلعب عشان يكسب ولا هيدي فرص، اعتقد هتبقى في اعتقادي هتبقى مباراه تحصيل حاصل، ممكن جدا يريح بعض لعيبته. مازيمبي حتى مازيمبي لما على ملعبه منافس عنيد بالرغم ان هو خارج الملعب، ليه ظروف خاصه الملعب بتاعه، ده هيأثر شويه على فرص الهلال. فممكن شباب بلوزداد يمكن فرصتها ممكن اقول 60% والهلال 40%. طيب بالنسبه للمجموعه الثالثه كابتن خالد، بنتكلم عن الوداد الرياضي في المركز الاول اول المجموعه، وما بين بنتكلم هنا عن حوريه كوناكري وكازر تشيفز، تفتكر برضه مين ممكن اللي يصعد في المجموعه دي؟ الماتش اللي باقي هقول لحضرتك، الوداد هيلاعب بيترو، الوداد هيلاعب بيترو اتلتيكو، واعتقد ده مباراه محسومه لصالح الوداد يعني. أيوة. حوريه وكايزر هيلاعبوا بعض في على ارض حوريه، على ارض دنيا وبالتالي المباراه او المركز الثاني. وخلي بالك برضو الوداد لسه ما حسمش ان هو اول مجموعه بالظبط، يعني انت عندك 10 نقاط، حوريه وارد جدا انه يكسب على الارض، ممكن يكون 11 في حاله التعادل او خساره الوداد اللي اعتقد هتبقى صعبه جدا، بيلعب بيترو اتلتيكو اخر المجموعه. أيوة. برضو رؤيتك او حظوظ حوريه ولا كايزر شيفز؟ لا انا من وجهه نظري حوريه هو الاقرب عشان بيلعب على ملعبه، يعني هي دي بس النقطة، ولكن برضو فرقة يعني المباراة أنا برضو من وجهة نظري 50-50، ولكن الدفة ممكن تروح سنة لناحية حورية الكيني، حورية الغيني سوري، على أساس أنه بيلعب في ملعب، بيلعب على ملعب، على ملعب. الماتش اللي فات كانوا خسرين 2-0-0. أيوة. المجموعة الرابعة بقى مجموعة يعني مجموعه على طبعا موجود فيها نادي الزمالك، واعتقد بنقول طبعا مبروك نادي الزمالك الفوز خارج ارضه 2-0، عمل مباراه جيده جدا جدا. الترجي طبعا في المركز الاول ب 10، مولديه الجزائر في المركز الثاني ب 8 نقاط، الزمالك بعد الفوز يمكن امبارح بقى عنده 5 نقاط، توغيس طبعا السنغالي عنده 4 نقاط. المباراه طبعا الزمالك هيلاعب توغيس السنغالي هنا في القاهره ان شاء الله، والمباراة المرتقبة من كل جماهير مصر وكل جماهير نادي الزمالك تترقب المباراة ما بين الترجي وما بين مولدية الجزائر، دي اللي هتكون في تونس. عملية يعني بالنسبة لنادي الزمالك الأمور مش في إيديهم، يعني صحيح. اللي في إيدهم إن هم يكسبوا الماتش بطل السنغال هنا، وده متهيألي هيكون سهل، نادي الزمالك يقدر يكسب، ولكن اللي مش في إيد نادي الزمالك نتيجة مباراة الترجي مع مولدية الجزائر، لأن مولدية الجزائر يكفي التعادل
يعني لو عمل درو الاثنين يكفيهم التعب الاثنين يعني هيبقوا الاثنين راضيين. ترجي هيبقى اول مجموعه ومولوديا هيطلع. فهل برضو الترجي هيلعب الماتش دون يعني؟ فهي قصه بالنسبه لنادي الزمالك مش في ايديه، هو 50% في ايده يقدر يعملها ان هو يكسب بطل السنغال في المباراه اللي هنا هون، وال 50% الثانيه لازم هننتظر نتيجه مباراه الترجي وملوديا. لو ملوديا اتعادل يبقى نادي الزمالك هيكون مش هيقدر، مش هيوصل لدور الثمان. يعني نسب وصول نادي الزمالك مش متوقفه عليه اكيد بشكل كبير، لكن طبعًا. انت شايف مباراه يعني المباراه اللي هي مباراه الترجي ومباراه ملوديا الجزائر، كلنا طبعا عندنا ثقه في الفير بلاي وكل حاجه، تفتكر دي اهم حاجه الفير بلاي؟ الفير بلاي طبعا، هل هيكون موجود فير بلاي ولا مش هيكون فير بلاي موجود؟ بمعنى ايه يعني؟ عشان برضو يعني هل الترجي من مصلحته ان يطلع نادي الزمالك؟ لو من مصلحته هو كل واحد بيدور على مصلحته، مصلحته انه يطلع اول مجموعه يعني. أول لما بدور اكني انا عايز اطلع اول مجموعه، اوكي، يبقى لا اما يتعادل الترجي لا اما يكسب. مظبوط مظبوط. فهو التعادل، التعادل يخليه اول مجموعه، والفوز كمان يخليه اول، التعادل هيخليه اول مجموعه ويطلع الزمالك. دي الحاجتين يعني مش حاجه واحده. مظبوط. المكسب يبقى والزمالك كسب، الزمالك هو اللي هيكمل. فهل الترجي هيفكر بان هو يكسب الماتش ولا ان هو يتعادل كفايه هيبقى حقق الهدفين اول مجموعه وطلع فرقه جامده اللي هي الزمالك؟ والزمالك برضو السنة اللي فاتت ما هو كسبان الترجي، مطلعه من بطولة أفريقيا وكسبانه في السوبر، مضيع عليه بطولة. فهو الفكر هنا هيبقى إيه السيناريو بتاع الماتش ده؟ لأن ده هيكون ليه سيناريو. السيناريو هيبقى إيه؟ ولكن 50% اللي في إيد نادي الزمالك إن هو يكسب الماتش اللي هنا، الباقي بقى في ايد الفرقتين التانيين. واحنا بنتكلم مع حضرتك دلوقتي وتقييمك للمجموعات، لاحظنا ان في خمس يعني ان شاء الله ما بين، طبعا احنا بنتكلم حتى على المرتقب، يعني بنتكلم عن خمس فرق تقريبا عربيه ممكن يصعدوا ويكملوا التاهل لدور الثمانيه. كابتن خالد صح، يعني بنتكلم عن الاهلي ضمن الوداد والاهلي والترجي، والوداد ضمن والبلوزداد بنسبه كبيره يعني. ايوه هيبقى في فرق عربيه زي ما انت بتقولي، ممكن يوصلوا اربع فرق خمس فرق. طيب ده ياخدنا لكفه بقى كابتن، نرجع تاني، هل استعاده الكره العربيه وخاصه الشمال الافريقي الرياده على مستوى الشامبيونز ليج الافريقي من خلال ده؟ احنا زمان برضو كان النادي الاهلي متسيد، لكن كان في فرق كبيره يعني، واتكلمنا على مازيمبي، بنتكلم حضرتك عاصرت فرق كبيره على مستوى افريقيا ما بقاش ليها اسك ابيجان، بتتكلم على كوتوكو، بتتكلم، هل فعلا الكره العربيه دلوقتي بقى عندها تفوق واضح عن الكره الافريقيه بالرغم ان الكره الافريقيه بتطلع نجوم كبيره جدا جدا؟ طبعا، لا الكره العربيه وبالذات شمال افريقيا، واحنا لا بقى في تفوق كبير جدا عن افريقيا، وده كله بسبب الاحتراف، لان اللعيبه بره في الدول الافريقيه اي لعيب بيظهر بيطلع في اوروبا بيتاخد على طول، عكس ايامنا ما كانش فيه احتراف، فكنت هتلاقي اللعيبه المميزه موجوده وبتلعب مع انديتها في الدول بتاعتها. فدلوقتي لا، دول شمال افريقيا طبعا، واحنا الدول العربيه لا، في تحسن كبير جدا بالنسبه لقاره افريقيا. واحنا بنتكلم عن المباراه الجايه امام سامبا على ارضنا، بنتكلم على ايه النقاط اللي المفروض موسيماني يركز عليها في المباراه اللي جايه دي يا كابتن خالد؟ زي ما كل فرقه ليها نقاط قوه ونقاط ضعف. نقاط قوه بتاعت فرقه سيمبا زي ما قلنا الاربعه اللي قدام، كل مباراه ليها استعداد طبعًا من نوع اخر حسب المنافس اللي انت هتلعبي قدامه وحسب امكانياته. فرقه سيمبا عندهم الاربعه اللي قدام مميزين جدا، نعم، بيوصلوا للجول من اقصر طريق، بيعرفوا يجيبوا جول، فلازم يبقى الدنيا متظبطه بالذات واحنا بنهاجم. يعني واحنا بنهاجم ازاي؟ احنا عاملين حساب الاربعه دول لما كره تقطع وتترد للناس اللي هي موجوده دي اللي هي بتتميز بالسرعه والمهاره. واكيد الجهاز الفني يعني من الماتش الاولاني وهيتفرجوا تاني وتالت ورابع، اي جهاز فني بيتفرج على الفرقه اللي هيلعبها اكتر من مره عشان يقدر يوصل لنقاط القوه ونقاط الضعف. نقاط الضعف عندهم كل ما هتضغطي على الديفنس بتاعهم وتقدري تحطيهم تحت ضغط وتبقى الكوره في نص ملعبهم بشكل كبير، يعني هتولدي اخطاء كبيره جدا عندهم، لان هم خط دفاعهم مش زي نص الملعب والفراوده.
يعني خط دفاعهم يمكن اقل الخطوط، لو اتضغط عليه وتلعب عليه بشكل كويس ونكون عندنا كثافه في النواحي الهجوميه، سواء كان بقى اختراق من على الاجناب او اختراق من العمق، لا كل هيقع في اخطاء كتير جدا. بتتكلم عن عن ثبات التشكيل في المباراه اللي جايه واهميته، اهميه ان انت تثبت التشكيل في مباراه سيمبا، لكن مع التعديلات اللي احنا شفناها امبارح في الشوط الثاني، افتكر هي ديت اللي يعني شويه صنعت الفرق في المباراه ولا ايه؟ احنا امبارح تعديلات وتغيير في طريقه اللعب، احنا لعبنا 4-1-4-1، لما بعد التغييرات دي بقى عمرو السوليه لوحده في نص الملعب بعد ما ديانج طلع، وبقى قدامه 4 لعيبه قفشه ووليد سليمان وطاهر وحسين الشحات في وقت، وراس حربه كان بواليا بدل مروان. فموسيماني امبارح تغييرات كلها هجوميه، تغيير في طريقه اللعب، وده الكوتشنج الكويس. يعني هو كوتش كويس، بيقدر بيحاول بكل بيرمي بكل اوراقه وبيغير في طريقه اللعب حسب مجريات الامور اللي كانت ماشيه والنتيجه، وشاف ان في بعضهم غير موفقين، وده اللي ادى للشكل اللي احنا شفناه، الشكل العام اللي احنا شفناه امبارح، وقدرنا ان احنا نحرز هدفين مع ان اللي جابوا الجونين يعني المدافعين يعني طبعا بدر وياسر يمكن كان ليهم اخطاء. يمكن انا اول مره امبارح في اخطاء دفاعيه بالذات من النص ومن ناحيه اليمين، ولكن احنا قلنا الكلام ده كله وارد، واكيد هم هتداركوا هذا الكلام. يبقى وارد يا كابتن، يعني خاصه على مستوى كل اللاعبين، خاصه مستوى الدفاع، بدر بنون ما شاء الله مستوى ثابت. طبعا وارد جدا يكون عنده يوم مش موفق فيه، ده وارد جدا جدا. والاهم من كده، خلي بالك، عجبني جدا ان كمان ما زال عنده الثقه انه يخش يشوط ضربه جزاء. حضرتك كابتن كبير وعارف بيشوط كويس قوي، لكن انت ساعات انت مدرب بتبقى قلقان شويه لما بتلاقي لعيب شويه مش موفق. او اوت اوف يعني مش يومه بتخاف تدخله ضربه جزاء، وبالتالي كمان يحسب كمان بدر بنون، رغم ان يعني كان فيه شويه اخطاء لكن دخل في وقت صعب واحرز هدف جميل. ده كمان طبعا لا، هو عنده ثقه في نفسه وثقه في امكانياته، وهو لعيب كره طبعا على مستوى عالي جدا، ومن السردباكات القليله جدا اللي انا شفتها اللي كورتها حلوه قوي. بيعرف يقف كوره وبيعرف يباصي وبيعرف يستلم. انا بس يعني الخطا اللي انا مش عايزه يتكرر، مش خطا فردي دفاعي امبارح، لا هو خطا جماعي. احنا عمر ما النادي الاهلي بيلعب على خط واحد، ولا بيلعب على الاوفسايد جيم، ولا مصيده تسلل، لا هم جم في وقت الحته دي لعبوا على خط واحد، وحته مصيده التسلل ما اتظبطتش. صحيح. ودي ادت ان كان في نادي المريخ ليه 4 انفرادات. صحيح. مع فرق جامده الكلام ده ما ينفعش، لان لو اتضربت في واحده هتروح هتيجي في الجون. صحيح. اتضربت في الثانيه هتيجي في الجون. فهي بس هي التفاهم لازم يبقى واضح جدا، وبالذات قدام الفرق الافريقيه اللعب على خط واحد مصيده التسلل ده بيبقى في منتهى الخطوره، لان بيبقى فيه سرعات. صحيح. فهي دي بس النقطه اللي لازم يخلوا بالهم منها. وايه كمان يا كابتن شايف ان يعني حضرتك كوتش كبير بتتكلم مثلا مع الفرقه، لا احنا النهارده بندرس ايه وده اللي حصل النهارده، قعدوا مع بعض واتكلموا، مستر موسيماني ورى الفرقه الاخطاء واللعيبه عارفه بالظبط هي عملت. انت اكتر واحد عارف ان اللعيب هو اللي بيحس بنفسه ان هو ادى ولا لا. طبعا. ايه من النواحي الفنيه كمان تقول ان شاء الله خلي بالكم ده لازم تتعدل في مباراه سيمبا، عملنا كده غلط فلازم ده يتصلح، ايه الشكل التكتيكي اللي حضرتك شايف انه لازم يتصلح في مباراه سيمبا؟ انا هتكلم في النواحي الدفاعيه، لان هي كان في عندنا شويه مشاكل هنا. يعني في فرق لما الفرقه اللي بتلعب قدامي المنافس بيهاجم عليا من العمق، دي ليها الاربعه بتوع الديفنس ليهم واقفه، ما ينفعش الباكين يبقوا فاتحين، ده لو الهجمه عليا من النص. صحيح. من العمق، غير لما تكون من جنب الجناب، باك بيقابل وبيبتدي عمليه الثلاثه الاثنين سردباك بيجي وراه، سردباك بيجي وراه، والباك رايت بيضم، والهاف باك اللي هو اساسا الجناح بيرجع سنه، تبقى انت قافل. ولكن الخطوره كلها على اي ديفنس، مش على ديفنس النادي الاهلي، لما تهاجم على اي ديفنس من العمق، من العمق ما ينفعش يبقى الباكين فاتحين. دي بتاعت نص الملعب يا كابتن، لان احنا كمان كان عندنا شويه مشاكل في نص الملعب، وبالتالي طبيعه النادي الاهلي ان مثلا ان محمد هاني بيطير، ان ايمن اشرف بيطير، فالجزئيه اللي كانت عايزه ظبط شويه عمليه نص الملعب، نزول قفشه اكتر شويه، عمرو السوليه مع ديانج كان يقفله شويه، علشان اصلا كنت مدافع، فبحس ان دايما الستاره اللي قدامي انا اللي بكلمها، الستاره بالزبط. اللي قدامي عمرو السوليه، ديانج مثلا قفشه، فالستاره اللي قدامي يمكن كان فيها جزء شويه اوت اوف بوزيشن بيخلي اللعيبه تخش منها يعني. بالظبط. ويعني دي نقطه مهمه جدا، الاثنين ديفندرين، زائد
الباكين. الباكين اوكي. ما هو لان لو الاربعه فاتحين والهجمه عليك من النص، انت عندك المسافه ما بين الباك والسرد باك، الباك ليفت والسرد باك، ممكن يحصل منها اختراقات تبقى مشاكل. صحيح. ونفس الكلام من ناحيه اليمين، الباك رايت والسرد باك. انما لما الباك بيضم شويه والباك ليفت يضم شويه، انت قفلت المساحه، سبت اللي بره. اللي بره مش مهم، لان لما تتنقل الباك هيلحق يروح. صحيح. بالاضافه الاثنين الديفندر اللي انت بتقول عليهم دول بيزودوك تامين. مظبوط. بيزودوك تامين. وحته الباكين لما يتقدموا لازم الباك يكون عنده سنس. برافو عليك. علي معلول على فكره الحاجه الوحيده من وجهه نظري برضو اللي بتميزه نمره واحد، انه لما بيهاجم ما بيهاجمش بالكوره، هو بيهاجم من غير تحرك، بدون كوره. دايما علي معلول يباصي وتلاقيه بيجري عشان هو مش متشاف. معظم اللعيبه بعد الباصه كله بيبص على الكوره، هو بيسرق في الحته دي. فدايما محاولاته الهجوميه بتبقى ناجحه، لان هو مفيش ريسك ان هو بيطلع بالكوره فعايز يرقص فبينطلق فبيضرب. لا لا لا، هو يباصي ويجري في المساحه. وطبعا في بقى قفشه بيباصي كويس، اجايب باص كويس، لعبتنا كلها بتعرف تدي له الكوره. فانا لازم احس بنفسي، انا مثلا محمد هاني، محمد هاني من باكات رايت، ولد صغير ومن باكات رايت الواعدين. بس انا احس بنفسي النهارده مش الدنيا مش ماشيه. اقف. صح. ليه؟ لما مش ههاجم مش مهم، مش هيبقى عيب. انما لما اهاجم واتضرب والحته بتاعتي الجبهه بتاعتي دي تخترق، هو ده العيب. لعيب ولا المدرب يقول له؟ يعني انا كان نمره واحد. اتفضل يا كابتن. لا كنت عايز اقول دي جايه من خبرات لازم يكتسبها، امتى اقف، امتى اطلع، امتى اعمل السبرنت، امتى اقف، ولا كمان ممكن من بره هاني اقف، دي بتيجي منين؟ نمره واحد من الخبرات، بس هاني لسه زي ما بنقول سنه صغير، ومن الجهاز لما بيشوف حاجه زي كده لا يثبت. يعني الدنيا مش ماشيه، لا اقف امن، احمي الجنب بتاعك، ومش مهم الناحيه الهجوميه، لان في ناس تقدر تقوم بالحته دي، الجناح صحيح. اللي قدامه يقدر يشتغل فيها بشكل كويس. فدي نقط مهمه جدا بالنسبه للديفنس، يعني ازاي الوقفه، التمركز. دايما لعيبه النادي الاهلي بتتميز عن اي لعيبه بالتمركز المظبوط. ومعنى التمركز المظبوط يعني كل ما الكوره تتحرك انا واقف مظبوط. يعني في فرق بتتضرب كتير جدا بنقل الكوره، تلاقي واحد سرح، واحد ما ظبطش نفسه، ما بيعديش بقى البوزيشن حسب الكوره. يعني النادي الاهلي مش كده، ده على مر السنين كور بالعرض تلاقي تمركز عشان وانت اكيد انت استاذ الاساتذه، انت ورا في الدفاع، كنت ورا في الدفاع. لا التمركز مظبوط، ما فيش مساحه بتتساب تتخلق ممكن تعمل لك الفريق المنافس يعمل لك مشاكل فيها. يعني فحته التمركز ما كانتش كويسه في الماتش اللي فات. ودي ده تعليقك على الدفاع كابتن خالد امبارح، ده تعليقك او من الاخفاقات بتاعت مباراه امبارح امام مريخ. عايز اتكلم في نقطه قبل ما نروح للاهلي ومشهوره في الدوري، بس أوكي. عايز اتكلم في نقطه يمكن اثرناها في بدايه الحلقه، موضوع غضب الجمهور، الغضب او الانتقاد اللي ممكن تلمح منه النقد. يعني النقد معروف، النقد للبناء، النقد الهدام، حضرتك بتعرف تقرا ده وتستشفه كويس قوي. ايه اللي حصل امبارح؟ هل احنا فعلا كنا يعني كلنا غضبانين اكيد من ماتش امبارح، والتعادل بالنسبه لنا يعني خساره وكذا، بس في شويه يعني في شويه النهارده النغمه اللي طلعت بعض من الجمهور اللي بينتقد علشان يهدم الفريق، او حتى بينتقد النهارده موسيماني. النهارده موسيماني يعني بيتعاملوا معاه، البعض بيتعامل معاه بالقطعه بالمباراه، مش بيقيموا اداء، مش بيقيموا مجمل المباراه او مجمل مبارياته او مجمل مشواره مع الفريق. بتشوف ده ازاي؟ قيمه ازاي؟ لا بشوف ان النقد البناء هو ده المفيد. يعني احنا بنتكلم هنا، احنا ما بننقدش اللعيبه عشان نهمدهم، لا احنا بنقول اخطاء يا ريت يخلوا بالهم. مش بتشوف ده شويه؟ مش بتشوف ده على السوشيال ميديا كتير قوي؟ ما انا بقى انا السوشيال ميديا بالنسبه لي لا ما بشوفهاش خالص. وانا نصيحة لا 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 انا نصيحه لكل لاعبتنا، وهم اكيد هم عارفين كل كلام. لا ما السوشيال ميديا ده، لان انت مش عارفه مين اللي بيكتب. ما انا ممكن واحد انا ملياش في الكوره خالص واقعد اكتب موسيماني ده لازم يمشي، ده لازم مش عارف ايه اللعيبه إيه. لا 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 لا، السوشيال ميديا دي الواحد ما بيوصلهاش خالص.
انت ليك اراء فنيه حتى من الناس المحللين، حتى مش كل محلل تسمع كلامه. بس لعيبه اليوم مش بمعزل عنها، مش بمعزل عن السوشيال ميديا. ما هي هم بقى يعزلوا نفسيهم. يعني انا لو مش عايز اشوف السوشيال ميديا او استخدمها او اخش عليها، ما اخدش السوشيال ميديا المسطره بتاعتي يعني. لا بالزبط. لا مش مقياس خالص، لان زي ما بقول لك انت مش عارفه مين اللي بيكتب الكلام ده. يعني بعدين بيبان يا كابتن خالد، بيبان طبعا. اللي بيحب النادي واللي عايز يهدم النادي أو من الكومنت بيبان. يعني انا يعني ساعات ببص، يعني انا مش على السوشيال ميديا قوي، بس ساعات ببص حتى الناس بترد على الراجل طب اطلع من الجروب لانك باين انك مثلا تنتمي الى نادي اخر، فده بيبان النقد اللي غير على النادي وحب طبعا. في النادي وبيبان اللي هو لا ده لعيبه كذا او مدرب يمشي، بيبان قوي في الحته ديت يعني. فعندنا كمان عندنا ان شاء الله كمان مشوار شهر ابريل دوت مشوار صعب يعني صعب جدا طبعاً. وبعدين عندنا بعد ابريل مايو كمان، انا اعتقد كمان مايو من الشهور الحاسمه في المشوار الافريقي. هنتكلم على مشوار ابريل من خلال الدوري كل ثلاث مباريات، وبعدين كمان المشوار الافريقي. بس نروح لفاصل ونرجع لحضرتك، فاصل ونرجع مع الكابتن الكبير خالد جدل. بشكر نادي الصيد جدا في البدايه وهو بيتي، ويعني ما اقدرش اشكر اهلي على تكريم زي ده. الحقيقه والدي الله يرحمه اللي واقفين له كلهم ولاده واخواته، وده مش بعيد علينا كاسره في نادي الصيد، يعني بتكرم ولادها واخواتها وابنائها. فانا في البدايه بشكرهم يعني، وده على قد ما هي لحظه سعيده هي لحظه قاسيه طبعا، بتفكرنا بان قد ايه يعني الواحد ما يفقد حد عزيز عليه بتبقى صعبه شويه. بطوله المنافسه النهارده كانت شديده شويه، الجو حرر في النص، ولكن بطولة منظمة كويس جدا والأعضاء النادي كانوا مرحبين جدا. الحمد لله والله، يعني دي أول بطولة النادي يعملها باسم أبويا الله يرحمه، وأعتقد إن هي يعني الحمد لله يعني كان يوم كبير بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية ونجومنا كمان في مجال الإعلام ونجومنا في مجال الكورة، والحقيقة سعيد جدا يعني أبويا بالنسبة حاجه كبيره، والصيد بالنسبه لي هو بيتي اللي انا اتربيت فيه. ان شاء الله باذن الله اعملها كل سنه، يعني احنا كبرنا الحدث بشكل كبير والحمد لله يعني كان فيه اقبال كبير جدا من الناس، وان شاء الله باذن الله اللي جاي هيكون يعني افضل ومختلف. نادي الصيد مهما بنبعد ومهما كل واحد فينا بيروح في سكه، ولكن في النهايه بنرجع له. نادي الصيد قدم كوادر كتير سواء في الاعلام سواء في مجال الاداره، وان شاء الله باذن الله يعني البطوله اللي جايه تكون مختلفه كمان. البطوله النهارده شارك فيها عدد كبير من الرماه، كان فيها جوائز ماليه قيمه كبيره جدا، الاهم من ده كله ان كان فيها تكريم لرموز كبيره في النادي وعلى راسهم المرحوم المهندس حسين صبور. المهندس حسين صبور هو رئيس سابق نادي الصيد ورئيس الشرفي بعد انتهاء فتره رئاسته، وتكريم رموز ثانيه كتير جدا من اعضاء النادي. نادي الصيد هو طبعا واضح من اسمه بيهتم او من ضمن الانشطه الرئيسيه بتاعته هي الصيد، طبعا الصيد بكافه انواعه. لو بنتكلم النهارده على الرمايه فدي كانت بطوله متعلقه او خاصه بنشاط الرمايه. نشاط الرمايه او قطاع الرمايه بيضم اعضاء كثيره من اعضاء نادي الصيد. احنا النهارده بنكرم المرحوم حماده زاهر، ده اكبر حدث في تاريخ الرمايه في نادي الصيد او في مصر عامه، يعني في كبطوله رمايه. هو حدث يعني مشرف لواحد من اعمده نادي الصيد ومن اعلامها، ويعتبر من يعني اب لينا كلنا، وراجل من الناس اللي بانت التيرو والرمايه في مصر. طيب دي كانت بطوله محمد سامح زاهر للرمايه في نادي الصيد، يمكن اول مره يتم تكريم عدد من الرموز والشخصيات الرياضيه بهذا الشكل اللي اقيمت به هذه الاحتفاليه. يمكن النهارده بيتكرم السيد حماده زاهر والد طبعا الاعلامي زميلنا سيف زاهر، المهندس حسين صبور، عدد كبير جدا من نجوم الرياضه ونجوم المجتمع في نادي الصيد، حتى المراحل بنتكلم مرحله الرواد مرحله السيدات الفرق الناشئين، اول مره يكون بهذا العدد والشكل المختلف الحقيقه عن كل سنة. فدي بطولة من البطولات اللي حبينا ان احنا النهاردة نلقي الضوء عليها، والتكريمات ايضا اللي تمت على ضوء هذه البطولة.
البطولة والاحتفالات. صحيح، شيء مهم جدا تكريم، ويمكن النادي الأهلي يمكن دايما بيحط كده ثوابت والناس كلها بتمشي وراه. طبعا بنقول مبروك نادي الصيد طبعا ورموزه، تكريم الرموز شيء مهم جدا، بيدي انتماء كمان للأجيال اللي جاية. فبكل التوفيق طبعا لنادي الصيد، وطبعا تكريم الرموز شيء رائع، والنادي الأهلي يعني أسس هذا لكل الأندية المصرية. كابتن خالد، نروح للنادي الأهلي ومشوار الدوري، أو هنتكلم على الدوري بصفة عامة. يمكن مباريات الدوري حضرتك بتبص في الجدول حاسس ان في حاجه غريبه، بتبص لي وتتعب في بعض. هاخد من حضرتك، يمكن دايما نادي الاسماعيلي هو علامه الاستفهام الموجوده في الدوري المصري دلوقتي، او في ترتيب الدوري المصري. كان في طبعا قياده فنيه جديده للكابتن ايهاب جلال بعد انتقاله من نادي المقصه لنادي الاسماعيلي، بيقابل نادي سيراميكا. المباراه في النهايه 2-1، يمكن نادي الاسماعيلي كان متقدم بهدف، لكن قدر سيراميكا يمكن يفوز بالمباراه ديت في الاسماعيليه 2-1. شايف نادي الاسماعيلي مع الكابتن ايهاب جلال، هل ان شاء الله وكلنا نتمنى ان يخرج من عنق الزجاجه ويبقى نادي الاسماعيلي طبعا الاسم الكبير في الدوري، ولا هيكون في صعوبات لتحقيق هذا الهدف؟ يعني انا يمكن كنت معاكم في حلقه قبل كده، قلنا الحصان الاسود سيراميكا كيلوباترا، فرقه كويسه بتلعب كره كويسه، لان هي جابت صفقات كويسه، لعيبه مؤثرين مهاريين، فعاملين فرق قدام كل الفرق. بالنسبه للنادي الاسماعيلي، انا مش عايز يعني ايه، النادي الاسماعيلي بيدفع، يعني انا هقول كلمتين هلخص اللي حصل في نادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي بيدفع ضريبه اللعيبة دون المستوى الصفقات اللي جابها بدءا من بداية الموسم، وهيتحملها أي مدير فني هيجي يمسك فرقة الإسماعيلي. يعني هيكونوا ضحايا، كله هيبقى ضحايا. بمعنى إيه؟ إن نادي الإسماعيلي لو هو عايز يبقى يأدي بشكل كويس ويعمل نتائج كويسة ترضي جماهيره وتفرح جماهيره، لأن نادي الإسماعيلي مش نادي صغير، هو بيدفع ثمن ان لعيبه جت نادي الاسماعيلي مش على المستوى اللي هي تقدر توصل بطموح نادي الجماهير بتاع نادي الاسماعيلي توصلهم لبر الامان. بس في نفس الوقت يا كابتن خالد، اي مدير فني بيقبل انه يتحمل المسؤوليه هتحمل في ظل الظروف الصعبه دي اللي بيمر بها النادي الاسماعيلي وغيره، يعني لازم يكون فاهم الجزئيه دي وفاهم ان هو يعني ما ينفعش يضحي. يعني كابتن ايهاب جلال النهارده ضحيه؟ هيبقى ضحيه زي اللي قبليه. كم مدرب مشي من النادي الاسماعيلي من اول السنه؟ لا كتير. بتتكلم في اربع خمس مدربين. كتير. اربع خمس مدربين، مين اللي ثابت اللي ما بيتغيرش؟ اللعيبه والمدربين بتيجي وتمشي. مش هتغير صعب انت في موسم ما هو خلاص. اللعيبه اللي معاك بتاع النادي الاسماعيلي السنه دي ان هو يقعد في الدوري، مش يبقى بقى مركز للاسف ما بين قوسين. للاسف للاسف طبعا. بس اصل ساعات الواحد بيسمع ايه، يعني ايهاب مثلا قبل ما يمسك الفرقه كان عنده 7-8 ايام او 10 ايام يقدر يشتغل فيهم. التصريحات في الوقت ده قبل بدايه ال 10 ايام ما كانتش زي دلوقتي. صحيح. يعني انا شفت الاياب طبعا، يعني اخويا الصغير ومدرب هايل ولكن كل مرحله لازم تتقاس كويس. ايهاب من 10 ايام كانت تصريحاته لا الدنيا هتمشي كويس وهنرجع امبارح انا شفت له بعد المباراه اللي خسرها من سيراميكا بيتكلم على ان اللعيب في لعيبه مش هتلعب لان مش هتقدر تأدي ومش هتقدر تبقى كويسه ومش هتقدر تلبي طموحات جماهير نادي الاسماعيلي. ما دي باينه من الاول، هي باينه من الاول، فربنا يكون في عونهم ويقدروا ان السنه دي الاسماعيلي يبقى موجود في الدوري. ده حال كل الانديه الشعبيه برضو، يعني ان عناصرها ما بتساعدش المدير الفني على انه يوصل بالاداء بالشكل المناسب او المطلوب. هي بيئه امكانيات ماليه، في فلوس هتجيبي لعيبه وماشي تقدر تساعد اي مدير فني ان هو يقدر يشتغل ويقدر ينجح، لان هو الاساس اللعيبه. احنا يعني مهنه كره القدم دي الاساس المدير الفني، يعني اجيب مدير فني وما اجيبلوش لعيبه، ولا الاساس اللعيبه اللاعب رقم واحد بس. اللي عندي لعيبه كويسه اجيب لها مدير فني كويس يقدر يلبي طموحات بقى ويديني بقى شغل كويس جدا. انما لو القماشه يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. صحيح. دي لعيبه نادي الاسماعيلي، يعني امبارح السردباك اللي جابوه، بس انا مش عايز اتكلم بس يعني جابوا سردباك الصحراوي ده،
ده دخل عمل بينالتي يعني انا في ثانيه يعني طب ما دي امكانيات لعيبه. انا اخش انا راجل مدافع وجوه ال 18 اول حاجه طبعا والكابتن هاني ادرى مني بالحته دي التايمنج بتاعي امتى اخش وامتى ما اخشش، امتى حلق وامتى ما مدش رجلي، انما لما مد رجلي في توقيت غلط بينالتي. ما دي يا كابتن خلي بالك بينالتي وخسروا يعني تك تك كانوا كسبانين حتى هم مش حاسين ازاي يطلعوا بالماتش ببر الامان هم جوه. عارف برضه يا كابتن ما هنناقش حضرتك فيها، ممكن يكون قماشه اللعيبه يعني مش بحجم نادي الاسماعيلي لكن قادرين، انا في رايي ان هم قادرين ان يخرجوا من الحته ديت بقياده الكابتن ايهاب جلال، يقعدوا وبعدين ان شاء الله باذن الله الاسماعيلي يقعد قصه ثانيه بقى السنه الجايه، يبدا بالزبط. السنه الجايه يا ابني على مستوى على مستوى برضو الانديه الشعبيه وانديه القناه عندنا فريق المصري ما شاء الله المصري ماشي بشكل عالي، ماهر عامل مباريات جيده بيكسب طلائع الجيش، ودلوقتي المصري بدا يخش في المربع الذهبي طموحاته بدات تزيد. شايف نادي المصري ازاي مع علي ماهر؟ علي ماهر عمل شغل كويس جدا مع فرقه المصري، اتوفر له الاستقرار يعني علي من اول الموسم مع الفرقه فتره اعداده واللعيبه معاه وهو حفظهم وابتدى يوظفهم بشكل صحيح. كويس جدا واللعيبه مساعداه روح قتاليه على اعلى مستوى بكميه الجهد اللي بيبذلوها خلال الماتشات على اعلى مستوى وبتنفذ فكره فقدر يوصل للترتيب ده، وهو عامل من وجهه نظري عامل شغل كويس جدا علي ماهر يستحق ان التحيه عليه من جماهير النادي المصري ومن اداره النادي المصري. طيب على الجانب الاخر طالع الجيش، طالع الجيش كمان كان بيمر بمراحل متعدده خلال السيزون دوت، يمكن عبد الحميد بسوي كابتن عبد الحميد بسويني لما جه عدل الدفه بيأدي بشكل اكتر من رائع لكن كمان النتائج مش مستعده قوي، يعني طالع الجيش كمان يعتبر من في المركز ال 16 15 او طالع الجيش 15 15 فمكان برضو لا يليق باسم طالع الجيش. شايف برضو طالع الجيش ازاي في مشوار الدوري من خلال الدور الثاني يعني من خلال المباريات المتبقيه يعني برضو طالع الجيش، بس طالع الجيش عنده فرصه ان هو يرجع تاني ويبقى كويس لان امكانيات اللعيبه تساعد على كده صحيح. بس برضو طالع الجيش وصل لمرحله ودي كان سببها بدايه الدوري، البدايات دايما البدايات كانت بدايه مهمه جدا يا اما تحطك على الطريق المظبوط يا اما تخليك تتخبط. فمثلا طلائع الجيش لعب 17 مباراه بكام نقطه؟ ب 51 نقطه واخد 14 بونت، يعني دي حاجه صعبه جدا يعني حاجه يعني انا دايما بقيسها كده بشوف هو لعب قد ايه صحيح. عدد النقاط قد ايه اخد كام، فمن 51 نقطه 14 بونت في حاجه مش مظبوطه لان انا من وجهه نظري برضو الفنيه انا بتكلم فنيا لا عندهم لعيبه تقدر تعمل نتائج احسن من كده بكتير، فالبركه بقى في عبد الحميد بسيوني ان هو يشد حيله معاهم وهو مدرب كويس جدا والبدايات اثرت على فرقه طلائع الجيش بشكل كبير جدا. طب حضرتك اتكلمت عن سيراميكا والسيراميكا صاعد يعني حديثا للدوري الممتاز كمان من غزل المحله والبنك الاهلي، كابتن خالد جدلة بقى يعني قيمت الفرق الصاعده للدوري الممتاز يعني لحد دلوقتي ازاي؟ لا يعني ماشيين بشكل كويس، البنك الاهلي غزل المحله في البنك الاهلي في المركز ال 14 وهنخلينا غزل المحله في المركز العاشر عنده 22 نقطه من 16 مباراه وده طبعا من ناحيه ترتيب طبعا ترتيب كويس جدا بالنسبه له ولكن يعني من ناحيه برضو حصد النقاط هو قليل ولكن من ناحيه الترتيب لا واصلين لمرتبه المركز العاشر بس لازم يكملوا بخطى ثابته يعني لازم يكسبوا عشان يقدروا يوصلوا لان لو ما كسبوش هتلاقي فرق بتعديهم صحيح لان فرق النقاط ما بين الفرق مش كبير في الحتت دي يعني من 22 المركز ال 11 21 و17 بسم الله ال 12 المركز ال 12 17 نقطه المركز ال 13 16 نقطه فبينهم ماتش او ماتشين فممكن متقاربين في عدد النقاط اي مباراه تفرق جدا واي بالزبط. مكسب بياخد الفرقه يمكن 3 4 مراكز لقدام فدايما عندي برضو علامات استفهام مثلا على الفرق اللي كان ليها يمكن شكل كويس جدا السنه اللي فاتت هتكلم على فرقتين المقاولين والانتاج الحربي، المقاولين برضو من نفس كان مش مشاكل بقى اداريه بنتكلم على مشاكل اخرى، كورونا دخل في مشكله كبيره، استعاده الثقه للاعبين بدات من مباراه للتانيه تقل وبالتالي كان النتائج قليله، شايف برضو مشوار المقاولين ازاي مع كابتن عماد النحاس، والجانب الاخر كمان
الانتاج الحربي اللي يمكن هيلاعب يمكن سيراميكا المباراه اللي جاي، كمان موقف صعب جدا للانتاج الحربي يعني. بالنسبه للمقاولين العرب استقرار فني موجود، كابتن عماد موجود من السنه اللي فاتت موجود. صحيح. يمكن في حاجه جدت، دايما الواحد بيدور ايه اللي جد. طب هم السنه اللي فاتت كانوا كويسين قوي، السنه دي مش كويسين خالص. طب ايه اللي جد؟ في لعيبه مشيت يعني. صحيح. سيف الجزيري ده مشي، وطاهر محمد طاهر مشي. خد بالك ممكن مشيان اللعيبه ده ممكن ياثر فنيا وياثر في ذهن في اذهان اللعيبه اللي موجود اللي بتلعب يعني. اللعيبه اللي موجوده في في, في نادي المقاولين يقعدوا يفكروا ده حصل يعني. ده حصل ممكن يكون حصل، لان المدرب زي ما هو ما باختلاف ما احنا لما بنقارن بين الموسمين يبقى معناه انه ده حصل. ده من الاسباب اكيد. اسباب اداريه داخل الفرقه ممكن احنا ما نكونش عارفينها يعني، في حاجه مش مظبوطه. ازمه ثقه تقدر تقول ازمه ثقه يعني، لما يكون في 2 3 لعيبه كويسه وحضرتك بتتكلم اللعيبه نفسها في الملعب بتحس وجود طاهر كان مؤثر، بتتكلم طبعًا. على كان سيف الجزيري، سيف الجزيري كان مؤثر طبعًا. وبالتالي هل هي عدم ثقه ولا امكانيات ما جبناش لعيبه بنفس المستوى وبالتالي النتائج زي ما انت قلت يا كابتن هاني، ما جبناش لعيبه بنفس المستوى يعوضوا اللي حصل. فهي دي عملت دروب بالنسبه لنادي المقاولين، بس برضو هم قادرين ان هم يرجعوا. لان يعني كابتن عماد برضو من المدربين الممتازين. النادي المقاولين نادي مستقر ماليا واداريا وكل حاجه. صحيح. ومنشآت وكل حاجه، فما عندهمش سبب ان هم يبقوا في المركز ده. فانا اتمنى ان هم باذن الله يعدلوا من مركزهم. ممكن بكره يحصل ده، عندهم ماتش مهم قدام الاتحاد. ماتش صعب. الاتحاد السكندري فرقه كويسه، والماتشات دي يعني هو 50-50 يعني. الاتحاد 50 يعني ممكن الاتحاد يكسب، ممكن المقاولين يكسب، بس المقاولين لو في حالته يعني لو ظهر بحاله كويسه، لان فرقه الاتحاد برضو حسام حسن عامل شغل كويس جدا معاهم، عندهم فرقه كويسه وعندهم لعيبه كويسه. فانا اتوقع ان الماتش هيبقى فيه تكافؤ جامد جدا يعني. اتكلمنا عن انديه كتير، مين المدير الفني اللي لافت نظر كابتن خالد جدله لحد دلوقتي في الدوري؟ موسيماني. لا بخلاف موسيماني، لا مش بنتكلم عن الاهلي، بنتكلم عن الدوري بخلاف الاهلي. انا حبيت ارقصك واطلع بين السؤال بتاعك، هترجعيني تاني؟ طيب ماشي. مدرب تاني غير موسيماني؟ ما اتكلمش عن موسيماني. طيب انا هقول حسام حسن وعلي ماهر. وعلي ماهر وهيثم شعبان. هيثم شعبان برافو عليك، كنت لسه هقول لك تبع سيراميكا. بالظبط. كابتن حلمي طولان بيأدي أدوار رائعة كمان مع إنبي. إنبي برضو في فترات كتيرة كان بيمر بأزمة. أعتقد دايما كابتن الاستقرار، دايما الإعلان الكبير الاستقرار طبعا. الاستقرار الإداري والاستقرار الفني من خلال تثبيت مدرب. كابتن حلمي طولان كمان مع نادي إنبي عامل نتائج رائعة. ما فيش يعني بالراحة كده، ماشي بالراحة بالراحة. يمكن لو بصينا الجدول الترتيب يمكن إنبي دلوقتي في المركز السابع. المركز السابع عنده 24 نقطة. يعني لو بتتكلم على بيراميدز عندها 25 نقطة. فالفارق في الإمكانيات بالنسبة للعيبة وبالنسبة للإمكانيات المالية لو بتتكلم على إنبي مقارنة مثلا في بيراميدز، لا كمان إنبي من الفرق اللي ظهر السنة دي بمستوى بشكل مستقر. كويس. مستوى مستقر. يعني. طبعا طبعا يعني بيأدوا بشكل كويس. والكابتن حلمي أصله من المدربين اللي هم القدام. الخبرات الكبيرة. أنا عشان كده يعني ما قلتش هو. انا قلت علي ماهر. الناس اللي لسه الصغيرين اللي عايزين يعني نزق فيهم يبقوا بشكل كويس. انما الكابتن حلمي لا، مدرب متمرس وعنده خبره. صحيح. كبيره ومدرب كبير وماشي مع إنبي بشكل كويس جدا. طيب. وبرده هو من النقب يعني، هو عمل حاجه وما جابوا راس حربة على فكره هايل يعني. هو عندهم راس حربة في إنبي النيجيري هايل، من احسن الفراوده اللي موجودين على مستوى الدوري الممتاز. مستوى بمناسبه بقى المحترفين، هاخدك ملف مختلف شويه، نروح للمحترفين. أيوه. ويمكن في الانترو النهارده اتكلمنا كل محترفينا ما شاء الله ماشيين بشكل كويس، لكن تريزيجيه النهارده بيعمل ربع ساعه رائعه يعني. الفرقه مغلوبه من فولهام 1-0، استون فيلا بتعاني، تريزيجيه قاعد على الدكه ما شاء الله، بينزل في 3 دقائق بيحرز هدفين والفرقه بتكسب 3-1. تريزيجيه في وقت من الاوقات كان فعلا مظلوم اعلاميا. تريزيجيه الناس بتتكلم طبعا على صلاح حتى احرز ضربه الجزاء للوصول لكاس العالم، بس كان السبب في هذه ضربه الجزاء كان تريزيجيه. بالظبط. شايف ان مشوار تريزيجيه ازاي، وهل شايف ان تريزيجيه اعلاميا شويه الاضواء
يعني مش متسلط عليه بشكل يليق باللي بيعمله؟ اه طبعا لا، يعني هو المفروض الاعلام يركز على تريزيجيه بشكل اكبر، لان هو لعيب كويس وبيأدي مردود هايل زي ما قلت في ماتش النهارده، جايب جونين في وقاعد بره، ده بيدي لك برده رؤيه ان هو قاعد بره مركز. يعني مش قاعد بره زعلان، ده مركز في الماتش ومركز في الفرقه اللي هينزل يلعب قدامها ومركز في مكانه، نزل وربنا وفقه وقدر يحرز هدفين. فانا اتمنى ان الاعلام يديله حقه شويه، لان برضو الثقه بالنسبه للعيب بالذات هنا، يعني هو ممكن لما يجي هنا لازم الاعلام المصري يديله حقه شويه بحيث ان هو يبقى شكله كويس. صلاح جاب جون طبعا هايل، صلاح طول الماتش وحش، وهي دي ميزه صلاح على فكره. يعني صلاح ممكن تقعد تتفرج عليه كده تقول وحش، ايه الباصه دي مقطوعه، امبارح جايب جون صعب جدا 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 من بين رجلين الجون وماشي من الراجل اتزحلق وخد منه الكره. فربنا يكرمهم الاثنين، لان مشرفين جدا بالنسبه لمصر. احنا بنشكرك جدا كابتن خالد. الله يخليك يا سام، شكرا. وشكرا كابتن هاني، شرفنا دايما كابتن، خيرك ربنا يخليك. نورتنا فعلا النهارده كابتن خالد. دي كانت حلقتنا النهارده في البيت الكبير، بكره ان شاء الله حلقه جديده من 10 لـ1. تصبحوا على خير.